لا، انا مو فارق معي، مو فارق معي. اذا بدك انا ايه اذا بدك انا بتفق على الاكل، وانت لاقي شيء ودك بلانر خليه يستلم هو القصه بدل امك. طيب، ماشي، فكري انت وخبريني. اوكي، باي باي. في شي لازم تعرفه، ما بدي شوفك لأنت لهالمرية تبعك ولا حتى ابنك المستقبلي ببيتي، أو بمعنى أصح بس تتجوز فورا تترك البيت. أوكي؟ بدك تحكي بهي الطريقة فمعناته قبل ما تخلص المعاملات والوراق الرسمية تمك هاد ما بحق لك تفتحيه. مبسوطة؟ مبسوطة بهالمستوى اللي وصلتينا إله؟ قول لحالك، يا ترى مين السبب؟ مين ما كان السبب ما بحق لك. هذا اللي عم تساوي بورجي قديشك لئيمة، ما بتفكري غير بحالك. شو جنيتي انت؟ بدك تقلعيني؟ بدك تتجوز؟ مالك عندي شيء لتخلص المعاملة. يلا. وأنا بوعدك إنه رح تخلص بأسرع مما تتوقع. بوعدك. يعني ما صار إلا وحكيتي. دهار من هون أحسن ما أفضحك بكل البلد. ولمعلوماتك أنا حرة أحكي ساعة اللي بدي وين ما بدي وكيف ما بدي. ماشي، بكل حال أنت اللي اخترتي، أنا رح أعرف ربيكي. بتسألي ليه؟ آسف على إزعاجك، فيني آخذ من وقتك دقيقتين؟ هي الموضوع ما بيتأجل. اللي بدي أترك شغل. يصير بهالبيت؟ وبعدين معقول اللي عم تقوله يا فرج بعد كل هالعمر؟ والله ماني عرفان، انا حاسس روحي عم تطلع وانا عم اطلب منك هالطلب، بس والله ماني عرفان شو بدي اعمل. حقولي ابني ينضم ببيتكم؟ بعدين انت بترضى انه انا ضل بهالبيت انا والاستاذ امير وشي بوشه وبدي اخدمه فوق؟ هذا البيت بيتك، بتضل فيه معزز مكرم. معقولة؟ معقولة أمير يعمل فينا هيك بعد كل هالعمر اللي عشناه معكم؟ والله ابني، ابني رح يجن لما يعرف ورح يسامحني. أنا أصلا ما بقدر سامح حالي إذا بدي ضل هون. المهم ما تخبره، إذا بتحبه لازم تحميه من هالقصة. هي مشكلة أمير وهو لازم يلاقي لها حل، وإنت بتضل ببيتك. أحرق قلب ابني؟ ما فيني، سامحني سامحني عن جد ما فيني. شو رح تستفيد اذا خبرته لي؟ ما بعرف، انه على القليله بريح ضميري. تريح ضميرك وتحرق له قلبه؟ مو شايف مشاكله مع ساره؟ غلط انك تروح تقول له. اصبر عليه شوي لبين ما يبرد قلبه، بعدين كلياتنا هيك منلاقي طريقه ومنخبره. ما لي قدران اخبي عليه، بعدين ما لي عرفان كيف بدي احط عيني بعينه. انا حتى لو ما قلت له لازم اترك الشغل كرماله. وكرمالي؟ انا بدي اياك جنبي، معقول تتركني وانا بهالوضع؟ بعدين حتى هو ما بيرضاها، ثم شو بدك تقول له؟ ليش تركت الشغل؟